زيلينسكي وحيدا ممتعضا يعض شفتيه. صورة انتشرت مع هالعنوان على مواقع التواصل بشكل كتير كبير، وكان إعلام المحور الروسي أبرز الناشرين والمروجين لها. ولكن بالحقيقة الصورة بتكشف أنه هذا المحور لا يستخدم الأسلحة الحقيقية فقط بقصف المعارضين، بل أنه بيستخدم القنابل الإعلامية وأساليب البروباغندا الرخيصة بشكل لا يقل إيذاء وقدرة على تزييف الواقع وتضليل المتابع. هالصورة خلت ماريا زاخاروفا النسخة الروسية من لونا الشبل أو بثينة شعبان تتشفى وتقول: ها هو يقف منسياً يعض شفتيه في حفل حاشد لقيم الغرب. كشف حقيقة الكذب والتضليل الروسي ليس بالأمر الصعب، ونحن كسوريين عنا تاريخ حافل في التعرض للقصف الإعلامي الروسي وفي الرد على هذا القصف. العديد من الصور والمقاطع المصورة بتظهر أن الرئيس الأوكراني استقبل باحتفاء كبير وبتأكيد على دعم مستمر وبوعود بالانضمام إلى حلف الناتو فور انتهاء الحرب، التي يبدو أن الغرب بفضل البقاء فيها كداعم من الخلف خوفاً من تحويلها لحرب عالمية ثالثة. تكفي متابعة الفيديو اللي بتظهر فيه لحظة التقاط الصورة لنكتشف إنها ليست إلا لحظة عابرة خلال عملية اصطفاف القادة وشركائهم لالتقاط الصورة الجماعية فوق المنصة. المنصة اللي نال زيلينسكي قبل الصعود عليها تحيات وابتسامات وأحضان، وكذلك الأمر بعد النزول منها وفي الاجتماعات الرسمية أيضاً. الصورة بالفعل بتكشف الحقيقة، حقيقة مين هو المنبوذ ومين عم يعض شفايفه من الغيظ سيد لونا، عفواً زاخاروفا.